شيخ العرب يا شيخ العرب. خبر ايه يا مسهل؟ من متى وانا في مشواري دي حد هيمشي وراي؟ انا جاي اقول لك على اللي حصل. قول وقصر. ماشيه في وادي الخوف بلا يا وردة الوردات يا وجيها، الفرحة تاني منين حتجيلك، والفرحة تاني منين حتجيها. همام مرحبا. مرحبا يا ولد عمي. انا قلت قاعد في البيت زعلان مني. واقعد في البيت ليه؟ مره ده حتى المره طلعت. يا راجل راجل وسيد الرجاله كمان، كسرت رجل بنتك العيانه يبقى سبع، حركت بنت راجل فقير عايش في حمايه تبقى كبير. كل تصرفاتك تصرفات رجال كبار. اسمع يا همام، حكمك على هواره يمشي وانا سبتهولك، لكن على بيتي لا، انا كسرت رجلها وهكسر رقبتها كمان، وجابر انا حركت بيته ومشيته من البلد عشان انا ما عاوزهوش، وانا حر. لو عندك راي تاني قول، ولا كنت عاوزني امشي من بلد ابوي وجدي؟ قول يا ابوي. انت قعدت مع نفسك كثير قوي لحد ما طلعت براك وكلتك، غلبتك نفسك يا اسماعيل، وعرقاوي النفس دي قالت لك ايه؟ قالت لك همام ضيع عمرك هدر، همام هيتحكم في بنتي ومرضي، همام جاب الغريب وفضله علي، همام دي عفريت شيطان رجيم، همام راس كل معصية. انت عاوز ايه يا همام؟ عايز اولع في نفسك اللي جاي ما قدامي ليه؟ عاوز اموت نفسك العفشة اللي خدت والد عمي ولبست مطرح وش الشيطان، عاوز احرق نفسك دي بالاستعاذة، اصرخ بأعلى صوتي واقول اعوذ بالله من الشيطان الرجيم جاي استغوث، واعرف اشوف والد عمي واخوي. انت اللي طلعت نفسي وانت اللي كبرت شيطاني، ركبني ومصغرني في كل شيء، متحكم حتى في رقبتي، ما حسستنيش اني غالي عليك حتى ولو بالكذب. اقعد معاك تقلب وشك وتقول تعالى يا جابر، ينفع يا همام؟ اخوي اسماعيل اتوحشت يا اخي، ربنا ما يوجعك على غالي، افتكرته يا اسماعيل وسرحت، قلت ارتاح شويه من الدنيا الكدابه واشوفه لو في غناوه بحس حد كان هيحبه. ضاق صدرك علي ليه يا اسماعيل؟ ما استحملتش حزني وغدرت بيه ليه؟ ده انا عمري معاك حسيت انه راح هدر يا همام. انت ليها الغروره شديده صح. ويا ولد عمي وخال عيالي واخوي، ويا اسماعيل اخذ الشيطان وارجع. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ما عرفش اشوفك زين يا اسماعيل، الدنيا واقفة بيني وبينك عاملة غباشة، قوم اتوضى وصلي ركعتين يا اسماعيل، وانا قاعد مستنيك في مطرحنا، لو عاوز تشوفني تعالي، استاجب وش والد عمي واخوي وصاحبي عشان اعرف اطلع عليه.
يا مرحبا يا مرحبا اسماعيل. مرحبا بك يا همام. يا اسماعيل برضو كده الرجاله هتبكي. تعبان يا همام، مش لاقي بر ولا بحر. تعالى قطر. تعالى يا حبيبي. وحد الله وحد الله شيخ اسماعيل. لا اله الا الله. جابر انا هبني له بيت برا البيت، ما تشوفوش غير في قعده النهار. مرضي اللي عاوزه يكون يا حبيبي. انت تؤمر امر. سامحني يا همام، مش عايز احس ان عمري معاك راح حضر. طيب اسماعيل، هو عمرك وحدك يا ماما دخل بعض. انت تقدر تحكي يوم واحد من عمرك من غير ما تلقاني فيه؟ تقدر تفصل عمري عن عمرك يا اسماعيل؟ مين اللي هيغسل التاني يكفن ويصلي عليه؟ وي ولد عمي وي، شبكنا يدينا في يدين بعض واحنا عيال صغيرين، وطرنا سوا على الجرون والغيطان، ويادي الحي هتشيل اللي يوجع منا وتوصله متوال اخير بالسلام. اللي بينا مشوار عمر يا ولد عمي، اللي بينا فوق اي شيء. ربنا يديك العمر والمهل فوق كل شيء. عارف يا اسماعيل يعني ايه صاحب؟ يعني همام يا همام، الصاحب اللي تأمن على روحك وسرك وعيشتك ومماتك. عشان كده يا اسماعيل، يا مكتب الناس يا قلة الأصحاب.